منذ عقد ونيف من الزمن، والفساد ينتشر في كافة مفاصل الدولة حتى أنهك الأرض وأصحابها. اليوم انبرت مجموعة من الناشطين المدنيين لتشكيل حراك يعنى بمحاربة الفساد. المؤتمرون ذكروا حالات الفساد المتنوعة التي بدأت بالمحاصصة الطائفية المقيتة، وكان آخرها بيع مناصب مهمة في بابل وقطع أراض تعود للدولة. هذا النشاط وهذا الحراك وهذه النتائج شجعتنا إلى أن نوسع هذا العمل في محافظات أخرى، وخصوصا بعد أن تم تحريك دعاوى جزائية في محافظة بابل بخصوص المساحات الخضراء. المساحات الخضراء هي القشة التي إذا جاز التعبير كسرت ظهر الخضوع لإرادات الفاسدين، وأتصور أن هذا الحراك ممكن يأسس لعمل أكبر من مجرد محاربة الفساد. حتى وصل الحال المنظمون لهذا المؤتمر الذي رفع شعار نحن الشعب نحن مصدر السلطات، طالبوا السلطة القضائية بالوقوف معهم وعدم الانجرار وراء الفاسدين على حد قولهم. نأمل من القضاء شراكة حقيقية معنا في محاربة الفساد، باعتبار السلطة القضائية هي المعول الوحيد بعد تداعي كل من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ووقوعهم في بؤرة الفساد. أملنا الوحيد أنه القضاء والسادة القضاة أن يتفاعلون معنا بالمستوى اللي يجعل من حراكنا ناشط ومجدي وكابح لإجراءات الفاسدين فحسب، إنما ليجعلوا منا. يذكر أن محافظة بابل التي احتضنت المؤتمر شهدت في الآونة الأخيرة صفقات فساد كبيرة واضحة للعيان شملت جميع مرافق الدولة. من محافظة بابل عيسى العطواني، قناة الفلوجة.